السلام عليكم. قررت الحكومة السعودية عودة النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة بشكل تدريجي ومرحلي ليشمل كافة مدن ومناطق المملكة فيما عدا وباستثناء مدينة مكة المكرمة والمناطق المعزولة التي سبق الإعلان عنها. ويتماشى هذا القرار للسماح بالتجول الجزئي من الساعة 9 إلى الساعة 5 عصراً. هذا القرار لا يعني أن زوال خطر فيروس كورونا كوفيد-19 قد زال، مما في واقع الأمر دعا بالحكومة السعودية أن توازن بين الفتح التدريجي للاقتصاد والتجارة والجانب الصحي المتمثل في الوقاية من هذا الفيروس، واشترطت على المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية تبعاً لذلك أن تتبع الوسائل والتدابير والإجراءات الصحية الوقائية. ولعلي أعطي مثل على ذلك، مؤسسة النقد العربي السعودي التي تتبع لها البنوك السعودية والمصارف بما في ذلك مراكز التحويل ومحال الصرافة قد اشترطت على البنوك الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية، التي من بين على سبيل المثال لا الحصر ترك مسافات كافية بين العملاء سواء خارج الفرع أم داخل الفرع لا تقل عن المتر ونصف المتر، وكذلك استخدام المعقمات وأيضا قياس درجة حرارة العملاء والموظفين. يتوقع لهذا القرار أن يأتي بثماره على النشاط الاقتصادي بشكل عام والنشاط التجاري في المملكة العربية السعودية، وبالذات على القطاعات والأنشطة الأكثر تأثراً، والتي من بين قطاع الإنشاءات والمقاولات والمطاعم والمراكز التجارية، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. المهم في الموضوع هو أن يكون هناك توازن بين، كما قلت، فتح الاقتصاد بشكل تدريجي ومرحلي وبين الجانب الصحي الوقائي. بوضوح، نلقاكم على خير بإذن الله.